التاريخ ما راح يرحمك عندما رشحت هاي الشخصية لرئاسة القرار التشريعي. يا أختي قرار التشريعي قرار كبير جدا، يعني أنا بتفاجئ، أنتوا تندعون بالدين وتندعون بالإسلام، زين كيف تتعاملون مع شخص مو ليبرالي ألماني بحت؟ شو راح تعاملون يا الطيفة المفارقة السحار؟ وهي تنحسب علي. في انتخابات 2014 كنت أحد المرشحين في دولة القانون، يعني كنت سأرشح نفسي في دولة القانون. تدين الرفض جاء لماذا لم يرشح؟ لكونني أتناول الخمر، أتناول الخمر، علما أنهم قبلوا العلوية عالية وقبلوا أسماء لا يمتلكون ذرة من 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 الإسلام أو 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 من المشروع اللي هم كانوا أصلا جاءوا بتغطية المشروع وليس أصحاب المشروع الحقيقي.